فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اعتاد الناس في بلدي إخراج زكاة الفطر بعد مرور 20 يوما من رمضان، ومنهم من يقدمها على ذلك، فهل أداؤها في هذا الوقت مجزئ؟ وما حكم من أداها قبل العيد ب10 أيام؟ ما الواجب عليه؟ أنت لا تخرجها إلا يوم العيد أو قبل العيد بيومين، وانصح من يقبل النصيحة في هذا، أما فعل الناس أنت لا تقدر على منعهم من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.